جزاكم الله خيرا. ما مقدار ما يخرج المرء عن نفسه كزكاة للفطر من الأرز؟ يحفظكم الله. صاع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من الطعام، من الأرز أو من غيره. ومقدار الصاع بالكيلو المعروف الآن 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا، هذا هو الصاع، لأن المقصود بالصاع هو الصاع النبوي الطيب الذي هو 4 أمداد، والمد بمقدار ما يملأ الكفين مجموعتين من الرجل المعتدل، ما يملأ الكفين المجموعتين من الرجل المعتدل، هذا يسمى بالمد. ومقدار الصاع النبوي 4 أمداد، وقد حرر قريبا، فوجد أنه يقارب 3 كيلوات. طيب، الكيلو المعروف الآن. نعم.